مرحبا. محاضرة التالية رح تعطيها دكتور كلوديا كوزمان. دكتور كوزمان أستاذة مساعدة بالصحافة المتعددة الوسائط في قسم الإعلام لدى الجامعة اللبنانية الأمريكية. يركز بحثها على المحتوى الإخباري والمصادر والتأطير ونقل القضايا بين الوسائط في الإعلام العربي. Thank you, Claudia. صباح الخير جميعا. اولا انا فعلا انا لا افهم عفوا انا اتحدث العربيه لكنني لا يمكنني ان اتلو المحاضره بالعربيه لانني اقدم كل محاضراتي باللغه الانجليزيه، ويمكنكم ان تطرحوا علي الاسئله بالعربيه ولن اتحدث باللغتين لاسهل العمل على المترجمين. اولا ساطلب منكم ان تتقدموا الى مقدمه المسرح. لا افهم لما تجلسون جميعكم في المقاعد الخلفيه، ارجو منكم ان تتقدموا الى الامام. I will not start until all of you are seated in the front. كل من هو مشارك في هذه الأكاديمية يجب أن يجلس في المقدمة. إن جميع تعريفات عندما أقول الأمام أقصد بذلك المقعدين أو الصفين الأماميين. اليوم سوف أتحدث عن أطر النزاع في الإعلام، وهذا يتعلق طبعا بالتربية الإعلامية والتطرف وكل ما له علاقة بالنزاعات التي أو ما نسمع عنه في الأخبار. سوف أتحدث أولا عن الفرق بين الواقع أو الحقيقة. إذا كان عليكم أن تختاروا بين حقيقة وواقع، أيها تختارون كصحفيين أو كمنتجين إعلاميين، ولا أقصد فقط كمستهلكين للأخبار، ماذا تختارون، الوقائع أم الحقيقة، وأخبروني لماذا؟ الحقيقة لأن هذا ما يسعى إليه الجمهور، أما الوقائع فيمكنهم أن يبحثوا عنها عبر جوجل. فإذا وقع خبر ما، على الجمهور أن يعرف حقيقة ما حدث، لا واقع أن هذا الحدث قد وقع فعلا. So fact is واقع and truth is حقيقة. I am asking you. سأختار الواقع لأن الحقيقة قد تكون مختلفة نسبيا بين شخص وآخر، أما الواقع فثابت. أختار الحقيقة للسبب نفسه، فبرأيي البيانات العلمية هي الوحيدة التي تعتبر واقع، أما الحقيقة فيجب أن يحسب لها حساب في العمل الصحفي. فعندما ندرج الحقيقة بحسب كل شخص في القصة فإننا نقدمها كما يرغب بها الجمهور.
الحقيقة، لأنه الواقع هو اللي بحصل على أرض الواقع قد يكون يدخل في موضوع التسييس، يعني ممكن يكون حد عمله علشان يوصل لي فكرة ويكون هو حصل أصلاً واقع، بس حتى يدخلني في متاهة إنه أنا بدي هيك حتى أوصلك إنك تفكر هيك، فهو حصل. أما الحقيقة هي مطلقة قاعدة مجردة، يعني إنه ما في مجال فيها للشك. أوكي، بعرف كلكم رح تجيبوا. I know everybody would want to. أعرف أن الجميع يريد أن يجيب، ولكن فلنتابع ثم سأعود إلى هذا السؤال بعد ذلك. تذكروا إذن إجاباتكم وسوف نعود إليها لاحقا. سؤال آخر. هل تعتقدون أن هناك فرق بين الواقع أو الحقيقة؟ من يقول نعم؟ من يقول لا؟ وبعضكم لا يقول شيئاً. أعتقد إذن أن الإجابات 50 نعم و50 لا. بالنسبة لمن أجاب فقط وعلل إجابته، فهذا يعني أنه فعلاً يميز بين الاثنين. واقع وحقيقة. إيه أنا شو الفكرة؟ بعدين قال ترجع. عم بتعب عم بيرا. لحظة شو عم بيصير هلا؟ بعد عم تحكي. عندهم بيانة. هلا بقولوا ما في فجأة. هذان هما والدا إيفانكا ترامب. ودونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة. وهؤلاء هم أصهرته. إذا رأيتم هذه الصورة، هل تعتقدون أنها خبر؟ طبعاً هي مرفقة بخبر، ولكن هل تشكل بحد ذاتها؟ أنا كنت أقصد ميلانيا وليس إيفانكا. عم بقول خبرتني. شكراً على التصحيح. إذن هؤلاء هذان هما صهرار رئيس ترامب. هل هذه الصورة تشكل خبراً؟ سأخبركم ما هو الخبر. لقد أصبحا للتو مواطنين أمريكيين. من يقول إن تحولهما إلى مواطنين أمريكيين هو خبر بحد ذاته؟ أريد أن أرى إجابات من الجميع. من برأيه أن هذا يشكل خبر؟ ومن برأيه هذا ليس بخبر؟ من يقول إنه خبر لديهم الغلبة على حساب من لا يعتبره كذلك؟ أما هذه فباريس هيلتون، إنها وريثة آل هيلتون وامرأة ثرية جدا. إذا ولدتم في الثمانينيات أو أوائل التسعينيات اللي عرفتم من هي، فقد كانت في تلك الآونة معروفة جدا. أما اليوم فقد حلت محلها كيم كارداشيان، لكن أعتقد أنها هي من بدأت برامج الواقع. إذا باريس هيلتون لا عاطلة عن العمل ولا تفعل شيئا إلا أنها ثرية. الخبر هنا ورد على موقع L.com، وال هي مجلة موضة وجمال. والخبر أنها لن تقوم بمشاهدة برنامج الواقع الذي تلمع فيه لينسي لوهان. هل هذا خبر؟ لا، لم أسأل إذا كان خبرا أساسي أم لا، بل فقط هل هو خبر. هذا كل ما لدي. لما أسألكم كل هذه الأسئلة؟ أسئلة عن أمور نراها كل يوم قد تهم بعضنا ولا تهم بعضنا الآخر. ارفعوا أيديكم للإجابة. أنتم تفهمون أن ما ننظر إليه يتغير بحسب وجهات النظر وعوامل عديدة أخرى، فما يكون خبرا. عندما سألت هذا السؤال على طلابي وجدت أنهم وجدوا صعوبة لمعرفة ما الذي يعرف الأخبار أو الخبر، فتعريف الخبر قد تغير وتغير أيضا مع انبثاق الإنترنت. لماذا؟ لأن المسؤولون مسؤولين عن الإنترنت بحاجة إلى صنع أخبار بشكل يومي. في الماضي
عندما كانت مارين مونرو تذهب للعشاء ما كان هذا ليشكل خبرا، أما اليوم فإذا غيرت النجمات ملابسهن فيصبح هذا خبرا بحد ذاته. فهناك حاجة إلى خلق أخبار على مدار الساعة بشكل يومي لتغذية الإنترنت، فأصبح أي شيء يمكن أن يصبح خبرا بحد ذاته. ونحن نصنف كل هذه الأخبار في خانة الترفيه أو خانة السياسة أو غير ذلك. هنا كنت لأنشر خبرا عن قمة الدول الثمانية أو أي خبر سياسي، وكنتم لتوافقوني الرأي أنه سيشكل خبرا، ولكن إذا وضعت خبرا عن الترفيه فقد يعتبر بعض الأشخاص أن هذا لا يعد خبرا. إذن ما هي الأخبار بحد ذاتها؟ هذه جملة معروفة جدا في عالم الصحافة وعالم الأكاديمية، تقول إنها التمثيل المركب اجتماعيا للواقع. هي جملة معقدة قليلا، ولكن الكلمات المستخدمة فيها يمكن تحليلها وفهمها واحدة واحدة. إذن تمثيل مركب اجتماعي للواقع، أربع كلمات تقريبا لتعريف الأخبار. خذوا دقيقة واحدة لتفكروا في معنى هذه الجملة بالتحديد. ماذا يعني أن تكون الأخبار تمثيل مركب اجتماعيا للواقع؟ وسوف أستمع إلى إجاباتكم. شوفي هول الكروشيه بدي اعمل وحده منهم لعلي، مش انا بدي اعملهم بس بدي اطلب وحده تعمل لي اياها. اي وحده احلى؟ هل نحن جاهزون؟ يقول علماء اخرون ان الاخبار هي عمليه الواقع الذي ينتج انشطه. سوف أستمع إلى إجاباتكم الآن. أعتقد أن الأخبار والأعلام هي تتعلق بالمصلحة الاجتماعية. هناك جملة استخدمها مخرج مصري يقولون فيها الجمهور عاوز كده، وهذا برأيي يعني أن الجمهور أو المجتمع هو الذي يحفز طريقة صنع الأعلام من خلال وضع المصلحة في نصب أعينهم. ولهذا نقول إن جماهير وسائل التواصل الاجتماعي يشهرون الأغبياء، الأشخاص الأغبياء، لأنهم يهتمون بهم. وأعتقد أن هذا هو معنى التعريف هنا. أعطيتني إجابة لكنها ليست إجابة عن هذا السؤال. أعطيتني تعريفا آخر للأخبار وهو صحيح في ظروف أخرى، ولكن لم تجيبي عن هذا السؤال. أرجو منكم أن تجيبوا عن هذا السؤال. إذا أردتم أن تفسروا هذه الجملة، ما معنى أن تصبح الأخبار تمثيل مركب اجتماعيا للواقع؟ حللت هذه الجملة وأعتمد في ذلك على ثلاث أجزاء. أولها يتأثر تأثرا عاليا بالسياق الاجتماعي، ثانيا التمثيل الذي يختلف بين مكان وآخر، والثالث الذي يعتمد على الفهم النخبوي لبعض القضايا. مثلا في حال تسمم بالمياه في شمال أفريقيا سوف يتم تفسير ذلك أو نقله على وسائل الإعلام الأمريكية، أما وسائل الإعلام المصرية مثلا فسوف تحلله من وجهة نظر مختلفة تماما لتبين أنه مثلا حتى أهم دولة في العالم تعاني مشاكل اجتماعية مثلنا،
فإذا كل وسيلة إعلامية سوف تتناول هذا الخبر من منظور مختلف. Yes. Then I'll take one more. طبعا هذا الجملة تعيدنا للفقرة الأولى هو الفرق بين الحقيقة والواقع، لأن الحقيقة كما نحن نراها وليس يراها الآخرون، لأن هناك حقائق كثيرة. طبعا هناك فرق أيضا بين الحقيقة والحق، والحق هو الأكثر صرامة وخلنا نعتبره قانون، أما الحقيقة لا، فمن وجهة نظري أنا أو الأيديولوجية التي أحملها، وبالتالي تفسير هذه العبارة ينطبق على هذه الجملة، أن هناك تمثيلات اجتماعية كما نراها نحن وليس يراها الآخرين. شكرا. I think from what other people see. أعتقد أن الأخبار تعتمد على بعدين، أولا معتقداتنا ومفاهيمنا ومبادئنا بالإضافة إلى الثقافة. سوف أتوقف عند هذا الحد. كل واحد بينكم قال شيئا مشابها للآخر ولكن مختلف عنه في الوقت نفسه. إذا حللت كل إجابة من إجاباتكم فلن ننتهي من ذلك، لأن كل إجاباتكم صحيحة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا المفهوم صعب جدا أو تعريفه صعب جدا. أولا ما هو الواقع؟ هذا أمر مثير للجدل أيضا، فنحن لا نعرف ما هو واقع وما هو غير واقعي. فالواقع يختلف مثلا إذا كنت أضع نظاراتي أو كنت قد خلعتها، فلربما مع النظارات أرى ألوانا أكثر ومن دونها لا أرى ألوانا. لا يتغير المشهد أمامي، من مثلا يتغير المشهد عندما أضع عدسات على عيني، وهذا موضوع مهم جدا، وقد قال السيد هنا أحسن التعبير عن هذا الأمر. إذن يجب أن ينبع التصور من طريقة تربيتنا اجتماعيا، وسوف أتوسع في هذا الموضوع لاحقا. إنه تمثيل. لقد قلت يا سيدتي أمرين متناقضين، أولا إنها تعكس المجتمع، وثانيا إنها متأثرة من المجتمع. نعم الأمرين قد ينطبقان ولكنهما غير متشابهين. فكروا في أمر متأثر بالمجتمع وأمر يعكس المجتمع، فالأمران غير متشابهين، وهذا يصعب علينا تعريف الأخبار. فإذا سألني أحدهم عن التعريف ما كنت لأعرف الإجابة، فمن الصعب جدا التركيز على هذا المفهوم. كم واحد منكم عمل في الصحافة حيث كان عليكم أن تحددوا مضمون المادة الإعلامية؟ So who among you worked in journalism? عندما تعملون في الصحافة تعرفون أن هناك أشخاص أعلى منكم مقاما أو مرتبة لديهم رأيهم، وأشخاص أدنى منكم مرتبة لديهم رأي مخالف. ببساطة الأخبار تتحدد وفقا لرأي الصحافي، وفقا لرأي المنتج، وفقا لرأي المحرر، وفي بعض الأحيان ما رأي القائد السياسي في بعض الظروف. كل هذه العوامل تؤثر في الأخبار تبعا لدور الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين بالأخبار. هذا ميكروفون صح؟ صح؟ هل هذا واقع؟ نعم هذا واقع. ففي اللغة العربية أو الإنجليزية هذا يسمى بالميكروفون. ما هو أيضا غير كونه ميكروفونا؟
مضخم صوت أو مكبر صوت. ماذا غير ذلك؟ أداة تواصل. عظيم. أعطني أي إجابة. رجاء استخدام الميكروفون أو أداة التواصل. إذن إنه صورة عن ميكروفون وسيط لم نسمع الإجابة. قطعة معدنية. إجابة واحدة أكثر خلاقة ربما. انعكاس لصوتك. هل توافقنا جميع هذه التعريفات؟ هل هي صحيحة كلها؟ هذه كلها وقائع أم حقائق؟ Fact or truth or reality؟ أهي وقائع؟ هي وقائع وليست حقائق، لأن الحقيقة من وجهة نظري أنا بالنسبة لي فلسفيا بأنها هي حقيقة واحدة فقط. طبعا أنا كمسلم أتكلم كمسلم لا أرى أن هنالك أي حقيقة سوى وجود الله، وبالتالي أي شيء آخر هو ليس حقيقة، فبالتالي ما هو حقيقة بالنسبة لي قد لا يكون حقيقة بالنسبة لك وقد لا يكون حقيقة بالنسبة للآخرين. أما في الواقع فبالتالي هي وقائع وقد تكون مختلفة. The case is different. إجابتك عظيمة. فبدأنا نميز بين الواقع والحقيقة. أحيانا أستخدم المصطلحان بشكل متبادل ولكن ليس متشابهين. الحقيقة هي مفهوم أكثر فلسفية وأيديولوجية، وفي الدين الإسلام أو المسيحية أو غيرها من الأديان هناك حقائق مطلقة، وهي حقائق لا يمكن تغييرها على بأي طريقة. والآن سوف نضع الدين جانباً، ولكن أنا لا أتحدث عن وجود الله وعما إذا كان هذا حقيقة أو لا. ففي الدين هذه حقيقة مطلقة. والآن سوف نتحدث فقط عن الميكروفون. الواقع هو أنه ميكروفون، ولكنه واقع أيضا أنه قطعة معدنية وأنه يضخم صوتي، وواقع أيضا أنه إذا التقطت الصورة له فإنه سيكون صورة عن ميكروفون. كل ما قلتموه هو صحيح. ماذا يعني كل ذلك؟ لما أتوسع في هذه التفاصيل و أضيع عليكم أو أربككم بما هو واقع وما هو حقيقة؟ لما أفعل كل ذلك؟ سوف أصغي إلى إجابة. الواقع أستطيع أن أمثله بطرق متعددة. نعم، لن نتحدث عن الحقيقة أو غيرها، ولكن فقط عن الحقائق. فقد قلنا أن كل هذه الأمور هي حقائق. هل سمعتم بمصطلح التأطير؟ تعلمت مؤخرا أنه يسمى بالعربية تأطير أو فريمينج، وهو يتعلق بكيفية بناء إطار عندما تلتقطون الصورة. فكيفية عرضي لواقع هو بالنسبة إلي يمثل هذا الواقع. شو رياليتي وفاك؟ مش عم بقدر أفهم واقع. قبل أن نتوغل في الموضوع، هل أحد سمع بالتسلسل القيادي لنموذج التأثيرات الذي وضعه شوميكر وريث؟ لا يمكن أن نتحدث عن الأخبار في الصحافة من دون أن نتحدث عن شوميكر وريث وعن كتابهما، واسم هذا الكتاب بالإنجليزية Mediating the Message.
وأحدث نسخة عنه صدرت عام 2016. فطريقة وصول الرسالة إلينا تتم عبر أقنية أو وسائط. هذا النموذج الأشبه ببصلة يسمى بتراتبية التأثيرات، ما يعني أن أي رسالة نتلقاها كمستهلكين للأخبار تمر عبر كل هذه المراحل والعمليات. أكبر عملية، بالأحرى فلنبدأ بالأصغر، أصغر عملية هي الدائرة الصغيرة البيضاء في المنتصف، وهي دائرة الأفراد. نحن كأفراد وسوف أقول هنا إن جميعنا مقتنع أن لا موضوعية في الصحافة، فهذه الأمر هذا الأمر هو كذبة، لا موضوعية. صحيح، إذا كنتم على دراية بتاريخ الموضوعية في الولايات المتحدة لعرفتم أن هذا الأمر كله نتيجة ماذا؟ المال. لما كان على الأخبار أن تصبح موضوعية في الولايات المتحدة؟ لأن قبل ذلك كانت الأخبار منحازة، كل صاحب وسيلة إعلامية كان يدعم حزبا سياسيا معين، فقالوا لأنفسهم إذا كنت سأتحدث عن شخص معين فقط أو عن حزب معين فقط فلن أبيع جريدتي إلا إلى جمهور معين فقط، فكيف أجني مزيدا من المال؟ أخترع مفهوم الموضوعية. هذه هي الحقيقة، أعتذر عن تخيب أملكم. فهذا هو أصل الموضوعية ولا علاقة له بالتوازن. فنحن كصحفيين تعلمنا أن نقيم توازنا في أخبارنا. فلنعود إلى هذا الرسم. نحن كأفراد لدينا أيديولوجيات، نحاول أن نكون موضوعين قدر الإمكان، ولكن لا يمكننا أن نخبئ هويتنا الاجتماعية. كيف نعرف أنفسنا؟ كل واحد منا يعرف بنفسه، مثلا كمدرس، كأم، كابن، مثلا كزوج، كزوجة، كامرأة مسلمة، كرجل مسيحي، إلى آخره. كل هذه هي هويات، ونختار الهوية الأقوى بالنسبة إلينا. أنتم كصحفيين سوف تتوسعون إلى الدائرة الأكبر قليلا، وهي تسمى بالممارسات الروتينية. في هذا النموذج تشير الممارسات الروتينية إلى كل الممارسات التي يطبقها الصحفيون بشكل دوري. في السياسة مثلا، أعني بذلك مثلا المحطة التي تتابعونها. تعرفون مثلا في محطة معينة إن صحفيا معينا دائما ما يغطي الأخبار مثلا من القصر الجمهوري أو أخبار الملك أو أخبار الرئيس الجمهورية. فهذه ممارسات روتينية، وهي تسمح لوسيلة إعلامية أن توفر أخبارا بشكل دوري. لن أطيل الوقت على في هذه الشريحة، ولكن أريد أن أعطيكم فكرة عن طريقة عمل هذا النموذج. بعد ذلك الحلقة الأكبر هي حلقة المنظمات الإعلامية، تتعلق مثلا إذا كنت منحازا لحزب سياسي أو أنت معارض لحزب آخر. كل هذه الأمور التي تؤثر على طريقة نقلك الخبر. بعد ذلك الحلقة الأوسع هي المؤسسات الاجتماعية، مثلا حملات الدعاية الاجتماعية وغيرها التي تنص على طريقة نقل الأخبار. والحلقة الأكبر هي الأنظمة الاجتماعية، مثلا إذا كنتم أتينا من مجتمع تعددي أو مجتمع ينصر الفرد، كل هذا يؤثر على طريقة نقل الخبر. إذا لم تكونوا قد فكرتم في كل هذه الحلقات قبلا، ففكروا في كل هذه العوامل التي تؤثر على طريقة فهمنا لأمر ما كحقيقة أو كواقع. كل هذه العوامل تؤثر على ذلك، وهي تعطينا فكرة عن مفهوم التأطير. هل من مصورين في هذه القاعة؟ إذا طلبت منكم أن تلتقطوا صورة لهذه القاعة، أين تقفون؟ أي نوع من الصور تلتقطون؟ أقف حيث يكون هناك أشخاص.
في الخلف ولكن ليس في الخلف تماما، لكي أتمكن من أن أصور الغرفة القاعة وكأنها مليئة بالأشخاص وليس كأنها كأن هناك كراسي فارغة. نعم، وإلا بدأ أن أحدا لم يأتي إلى محاضرتي. إذن سوف تقف هناك في مكان ما لكي يبدو أن القاعة مليئة. Hello. I believe that if I wanted to take a photo, I must know the objective of this photo, why I am taking this photo, my interest as a photographer. If I wanted to show, for example, a room with a room full of people, I wouldn't take the photo the same way if I wanted to show it an empty room. If I wanted to take photos of people sleeping, I would have a different perspective. So I need to put, I need to remind myself of the objective of this photo. Yes, you are 100% correct. But let's take these all these ideas away. ما هي الصورة التي ستلتقطها في هذه الحالة؟ I would follow the rational process of the idea. أريد منك أن تلتقط هذه الصورة، لكن لن يتسنى لنا الوقت الآن لفعل ذلك. So where would you stand if you wanted to take this photo? From this corner over here. And you would take all the room in this photo, right? Yes. I would look for the technical structure. I would need the technical structure to have a triangle, so that I would have a focus in this photo. So you would start from here, and you would, and where would you put me in this picture? You would not be in the picture, but how can you not show me in the picture? This is my objective. This is my target when taking this photo. هل من شخص آخر سوف يلتقط نوع آخر من الصور؟ الزاوية المثلى سوف تكون في حيث هذه الكاميرا هنا. يجب أن تكون الزاوية واسعة لكي أشمل مختلف الجزء الأكبر من الخشبة المسرح، ولأبين كيفية تفاعل الأشخاص مع بعضهم، وسأحاول قدر الإمكان أن أدمج كل العناصر في هذه الصورة. So many different ways to take. Do you have a different عندك غير طريقة؟ أوكي بسرعة. يعطيك العافية. المشكلة مش بالطريقة، المشكلة بالسؤال. ما بدي بعد إذنك. أنا هيك بسأل بعد إذنك 60 ثانية. الحين أنا شو الهدف من الصورة؟ يعني أنا بدي أبين النص نايم باخذ كلوز، إذا بدي أبين إنه في حضور باخذ لونج، إذا بدي أبينك أنت والطلاب باخذه من الباب هذا عشان أبين الشاشة وأبينك وبين الطلاب. فهو شو اللي بدنا إياه إحنا من الصورة؟ على ذوقك. على ذوقي باخذ من هون عشان الكل يبين. اوكي اوكي. يعتمد الامر على ما تريدونه، ولكن ليس هذا بسؤالي. كل ما اردته هو ان اعرف كيفيه التقاط صور مختلفه للمكان نفسه، مثلا صور من الخلف، صور من الامام، صور ذات زاويه واسعه الى اخره. اذا تفهمون قصدي. هل من أحد يريد أن يدلي بإجابة أخرى؟ أنت تسألين أسئلة فلسفية كثيرة، أعطيني إجابة فحسب. السؤال غير مسموع. الفتاة التي تلبس فستانا أحمر،
إذا نقلنا هذا المفهوم إلى الأخبار فهذا يعني أن أي كان يمكنه أن ينقل الأخبار بطرق مختلفة جدا. شكرا. هل توافقون أن على أن الصور التي نلتقطها فرضيا هي وقائع أو حقائق لمكان نفسه؟ فصحيح أن هناك أشخاص في هذه القاعة، صحيح أن هناك أشخاص يجلسون أو لا، ولكن طريقة التقاط الصورة هي تغير من وجهة النظر. هل تعرفون هذا المكان؟ هذا مكتبي هناك، وقد التقطت هذه الصورة للمكان الذي نعرفه جميعا. هل تعرفون هذا المكان هنا؟ هذه المساحة، هذه الفسحة. نعم، هذه الفسحة نفسها أو المكان نفسه، ولكنني أخذتها من منظور مختلف. لقد نزلت من مكتبي والتقطت الصورة من زاوية أخرى. وماذا عن الصورة في الأعلى؟ نعم، المكان لم يختلف، ولكنني التقطت زاوية أقرب للشجرة، وهذا هذه الزاوية غير هي نفسها، ولكنني حاولت أن أكشف عن مواهبي الفنية وأظهرت الأزهار في الصورة. الفرق بين هاتين الصورتين هي أن التركيز هنا هو على الأزهار والخلفية مموهة، أما في الأعلى فالتركيز هو على الخلفية، في حين أن الأزهار هي التي تكون مموهة. إذن كل هذه هي وقائع، أما طريقة عرضي للمعلومات عليكم فهي طبعا واقع، ولكنني أستطيع أن أعرضها عليكم بطرق مختلفة جدا. هذا هو سر التأطير. لم ننتهي بعد. لقد رأيتم هذه الصورة سابقا، صح؟ ثمت العديد من الصور الأخرى أيضا. هذه هي الصورة التي تم نشرها في البداية، وماذا تظهر؟ إذا أردنا أن نحلل هذه الصورة أو نفسرها، ماذا تقولون؟ إننا نسمع من الأشخاص الذين لم يشاركوا بعد. يعني ترامب يعني بموقف اللي مسيطر، وانجلين ميركل يعني بموقف مو حلو، وكذلك الصورة الأولى أنا هيك فهمتها. لحظة شوي. So for this الصورة التي في الأسفل تقول إن ترامب هو في منطقة في وضع قوة وميركل ليست سعيدة. Sort of begging. إذن لديها موقف متواضع أو غير قوي، من يوافق معه؟ أربع أو خمس أشخاص. حسنا، في الخلف أيضا توافقون هذا الرأي. حسنا، نركز على هذا فقط. ماذا تقول؟ ماذا تقولين؟ أراه بشكل مختلف للغاية. أرى أن ترامب هو لوحده ويواجه الجميع، وأنجيلا ميركل تنظر إليه من علو من علن. من يوافق هذا الرأي؟ حسنا، looking at the first photo. No, not the first one. Only the lower one. Okay, so the second one seems that looks like Donald Trump is being aggressive because he has his hands crossed. He's not really comfortable with what Merkel is dictating. She is the one in power here because she has put her hands on the table. إذن Merkel هي العدائية. حسنا، لنمنح الصوت لغير الصحفيين. دكتورة منى هي بروفيسورة في التربية. نعم، لدي أيضا خلفية في الأدب والدراما.
إن هذا ما أقتبسه من كافكا، هو منغلق على نفسه وهي تحاول أن تفرض رأيها. ما رأيكم؟ من يوافق علي؟ هل لازلتم على موقفكم؟ هل توافقون على ما قاله علي؟ Do you agree with yourself? Do you still agree with your idea? Yes, that's how you saw it. Okay. مرحبا. أنا شايفة ترام مش عاجبه حكي ميريكل. عم تفرض عليه رأيه مش عاجبه. أوكي. شكرا. أنا شايفة ترامب بالصورة بموقف دفاعي، كأنه يعني هني عم يتهموه بشيء هو عم بدافع عن حاله ومش عاجبه يعني، فهي انباور بالصورة. أوكي. أنا بعتقد إنه ترامب موجه كلامه مش لميركل، وإنما شخص آخر اللي لابس أبيض اللي بتحمل ورقة في إيدها. السبب الذي يدفعنا إلى الحصول على هذه القراءات المتعددة، ما هو هذا السبب؟ هل هو نظريات؟ هل هو وجهات النظر أو الأطر المختلفة؟ لأن الأطر ليست أمرا متعلقا فقط بالأخبار، بل هي أمور متعلقة بنا نحن أيضا. إذن ما هي أسئلتكم؟ أعتقد السبب بزاوية التقاط الصورة ولحظة التقاط الصورة، هو السبب اللي خلق الاختلاف بين الصورتين بس. أوكي. أنا شوي بختلف مع الزملاء. الصورة اللي تحت بتبين ترامب كأنه هو على صفحة والبقية على صفحة ثانية. لو جينا نقسم المساحة ونأخذ الحجم تبعها، بكون حجم ترامب بالصورة الأولى اللي تحت ومقابل كل الباقيين. بالصورة الثانية حجم ترامب كثير أصغر وكثير أقل، هو أقل شأن في الصورة الثانية، بينما في الصورة هاي هو ماخذ صفحة كاملة، يعني هو باعتبار النص وكل البقية النص الثاني، فهو في هاي الصورة اللي تحت هو كثير أقوى، بغض النظر شو هي نظرتها، سواء هي معصبة ولا مش معصبة، هذا ما له علاقة. إذن يمكننا أن ننظر إلى هذه الصور بشكل مختلف، والسبب الذي دفعنا إلى وضع هذه الصور هو اختلاف وجهات النظر. كما ترون في صورة التايم يبدو ترامب أكبر حجما ويبدو قويا وأكثر من الصورة الثانية. أما إذا نظرنا إلى الجانب النفسي، فتعرفون أن لغة الجسد تقول أن الإنسان إذا ما جلس متصالب اليدين فهذا يعني أنه منغلق، وأنتم تعرفون أن لغة الجسد تحلل كل شيء، كل شيء، سواء كنتم تلعبون بشعركم أو تحركون يدكم أو ما شابه. إذن الوضعية التي يتخذها ترامب تعني أنه في موقع دفاعي، أما ميركل فهي تميل نحوه، فهي تعني أنها في موقع قوة. لا أدري أين رأيت هذا التفسير، ولكنني قرأت أنه في موقع الطفل المتحدي أو الطفل العنيد. من لديه أطفال منكم تعرفون أن الأطفال يقفون ويضربون الأرض برجلهم ويصالبون أيديهم ويقولون لا نريد أن نتحدث معكم. أما أشخاص آخرون فقد يفسرونه بطريقة مختلفة. وعلي هنا يراه بشكل مختلف، والسبب هذا الاختلاف هو نظرتنا المختلفة. الفكرة هي أنك إن كنت مصورا فقد تركز أكثر في بعض الأحيان على زاوية الصورة أو على جماليتها، أما إذا كنت تحب علم النفس فقد تركز على الجوانب النفسية، أما إذا كنت تحب السياسة وتحب ترامب فتقول حسنا أنه في موضع قوة، أما إذا كنت لا تحبه فستقول ليس في موضع قوة. إذن الصورة نفسها من مختلف الزوايا لديها معان مختلفة. إذا ما وضعتم هذه الصورة على جوجل أو فتشتم عليها، فانظروا
إلى مختلف الزوايا والصور التي استخدمت في الصحافة بحسب اتجاه كل صحيفة. في لوموند هناك صورة لماكرون ويبدو فيها ترامب صغيرا ويكون التركيز على ماكرون. إذن ليس هناك فعلا هدف نقي، ليس هناك شيء بريء، ولذلك هذا يصعب عملنا. ولكن ماذا يعني هذا؟ لماذا يهمنا كيفية تقديم الوقائع؟ ماذا يهمنا من الصورة المستخدمة؟ ثمة سبب يدفعنا أصلا إلى الدخول إلى مجال الصحافة والإعلام بشكل عام، وحتى البحث في مجال الإعلام. أحد وهناك سبب مميز يدفعنا إلى الدخول في مجال الإعلام، لأن طريقة فهم عمل الإعلام يعطينا القوة لتشكيل الرأي العام. إذن أنت تقولين أن الإعلام يؤثر على النماذج ويمكن أن يؤثر على الناس ويمكن أن يغير من الرأي العام. هناك الكثير من النظريات التي تؤيد فكرتك في الإعلام والصحافة، ولكن البعض الآخر لا يؤيدها، وهناك الكثير من الدراسات التي تتحدث عن رأي أو عن تأثير الإعلام في الرأي العام بشكل عام. أي شخص آخر يخبرنا عن أهمية هذا الموضوع، لأن الإنسان إذا ما أراد أن يصدر حكما حول أي موضوع عام فعليه أن يتعرض أو أن يرى العديد من مصادر المعلومات ويلاحظ الاختلاف بينها وكيفية معالجتها الموضوع نفسه. وهذا هو ما يمكننا من إبداء رأينا الخاص والخروج بحكمنا الخاص لكي نكون أكثر تبصرا بالنسبة لآرائنا المتعلقة بهذه المسألة المعينة. إذن لقد أجبت على السؤال الذي كنت سوف أسأله، وهو ما علاقة كل هذا بالتربية الإعلامية؟ وهل قد أجبت؟ الفكرة هي أننا يجب أن نعرف أن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي طريقة نقل الإعلام، وعلينا أن ننظر إلى الوقائع دائما، ويجب أن ننظر إلى كل المصادر لكي تتشكل صورة أفضل حول ما يحدث في مسألة معينة. كما قلت، إذا نظرنا إلى صور مختلفة حول غرفة معينة من زوايا مختلفة فإننا قد ننظر ونرى ملاحظات أو تفاصيل صغيرة. في بعض الأحيان صورة الغرفة هذه قد تظهر لنا بعض التفاصيل الصغيرة، الأماكن الفارغة أو الأماكن المملوءة أو الألوان أو غيرها. إذن الأطر تؤثر على المستهلكين. لماذا؟ لأنها تساعدهم على التعلم والتفسير وتقييم المعلومات. هذه الطريقة التي يستخدمها الإعلام لكي يعطينا المعلومات. يقولون لنا هكذا يجب أن تعرف حول هذا الموضوع، هذه هي الطريقة التي يجب أن تفسره فيها، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تعتمدها لكي تقيمه. الآن قد تزداد الأمور تعقيدا قليلا. لننظر الآن إلى تعريف التأطير في الكتابات. روبرت أنتمان قال في العام 93 أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن ندرسها. إذن التأطير هو اختيار بعض أوجه الواقع المنظور وجعلها أكثر قابلية للتواصل. من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى تعريف أفضل وتفسير سببي وتقييم أخلاقي أو معالجة أو توصية. هذه هي إحدى التعريفات.
ليست كل التعريفات ولكن بعض التعريفات، إنه أمر يجب أن تعرفوه، وهو ما تقوم به ما يقوم به الأعلام أو وسائل الأعلام. Salient. إذن بموجب هذا التعريف بحسب هذا الموضوع فلا يجب دائما أن نتحدث عن الوقائع، ليس كذلك؟ كلا كلا، نحن لا نريد أن ننشر الأكاذيب، لا نريد أن ننشر الأكاذيب، نريد أن نتحدث عن الحقيقة، والحقيقة مهمة للغاية، ولكن هناك نوع من التعليب لهذه الحقيقة. إذن التأطير هو اختيار الترجمة متوفرة لمن يحتاجها. الترجمة متوفرة لمن يريدها. So he is only translating what was already translated into Arabic. Basically, to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text. So we're doing that in order to interpret or to define a problem, to make things clearer, and to explain how one thing is affecting the other thing. Moral evaluation. Or treatment recommendation. I just learned more Arabic words. الفكرة هنا صعبة للغاية، وتخيلوا أن عليكم أن تقوموا بكل ذلك، لأن هذا هو التأطير، هذه هي الصورة، هذه هي الجملة. دعوني أخبركم المزيد عن مسألة التأطير عبر الصور. أهمية التأطير وقاعدتها في الواقع إن الدراسات التي تركز على التأطير تنبثق أولا من علم الاجتماع، لأنها تعتبر أن التأطير هو جزء من البناء الاجتماعي الذي نعيش فيه. بعد ذلك علم النفس، لأن الكثير مما يحصل داخل الدماغ، وهناك العديد من الاختبارات التي تظهر كيف يغلب جزء من الدماغ على جزء آخر، وكيف يتم ربط المعلومات بحيث يكون شيء له معنى معين ويتغير معناه بالنسبة لك. وكما ترون فإنه أيضا مرتبط بالعلوم السياسية، لأن الأطر الإعلامية تستخدم الكثير من هذه الأمور هنا. وفي الكثير من هذه الأمور لدينا من الأمور والمواضيع، لدينا عوامل الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع. نعود إذن إلى الصور. هذه إحدى الصور التي انتشرت في الإعلام. إذا رأيتم هذه الصورة وما كنتم على علم بالشخص الذي هو موضوع الصورة، ما هو رأيكم؟ ما رأيكم؟ قد تكون صورة سخيفة، ربما شخصا قد يبدو غير سعيد فعلا. عادة ما يكون رد الفعل سلبيا أكثر منه إيجابي. أما إذا رأيتم صورة أخرى لترامب وكان يبتسم فيها ستقولون إنه شخص جيد، أو إذا كان
غاضبا فيها فستقولون أنه شخص غير جيد. دائما عندما ننظر إلى الصور نشعر وكأن الفهم صار أسهل. ماذا عن الكلمات؟ ما رأيكم بالكلمات وبالأطر التي توضع فيها الكلمات والتي تمثلها؟ هل نقبل الكلمات كما هي أم أننا ننظر في معناها؟ سوف أبقى في مجال الدراسات وسوف أقول لكم كيف تتم صياغة الكلمات. أولا القواعد. في اللغة الإنجليزية أو العربية أو غيرها، القواعد هذه تؤثر في الأثر أو الانطباع الذي تتركه الجملة في نفس السامع أو القارئ. انظروا إلى هاتين الجملتين وانظروا إلى الاختلاف الأثر بينهما. واحدة في الطريقة السلبية وأخرى بالطريقة الناشطة. مثلا الطريقة الناشطة هي فعل فعل مفعول به، أما بالطريقة السلبية أو لصيغة المجهول فيتم ذلك من دون، بيكون الفعل مجهولا كما قلنا. قامت الشرطة بالهجوم على الجماهير أو تعرض الجمهور للهجوم. تعرض الجمهور للهجوم بالمجهول، الشرطة تهاجم الجماهير في المعلوم. إذا ما اضطررتم إلى النظر إلى هاتين الجملتين فإذا من يكون، إذا نظرنا إلى الجملة الأولى، هل هناك شخص مسؤول؟ هل هناك شخص نلومه على ذلك؟ نعم. من هو الشخص؟ في أي جزء؟ إذن إنه التفسير السببي. التفسير السببي عندما نغير القواعد، عندما نغير كلمة واحدة، عندما نشير إلى أن أحدا قد قام بذلك، هذا كله يخبرني عن قصد وغاية الإعلام من هذا الخبر. إنهم يركزون هنا على من قام به لكي نعرف من هو المسؤول. الشرطة هي المسؤولة. أما إذا عدنا إلى فكرة الوقائع، الواقعتين المذكورتين حقيقيتان، بالفعل تعرض الجمهور للهجوم وبالفعل قامت الشرطة بالتعرض للجمهور. إذن أمر بسيط ببساطة القواعد قد يغير كل شيء. قد تقولون هذه جملة واحدة ومن يهتم، فطبقوا. إذن طبقوا ذلك على، إذا طبقوا هذا على الأفكار النمطية. نحن هنا بمعظمنا عرب ولكن لدينا بعض الأجانب من بلغاريا ومن ألمانيا، حسنا من أوروبا، لنقل من أوروبا بشكل شامل. إذا قلنا أوروبا قد يعترض البعض لأن أوروبا تشمل الكثير من الأشخاص وقد لا تجمع الناس كلهم على لون واحد. إذا فكرنا بالأفكار النمطية، كيف نقبل الأفكار النمطية؟ كيف تتشكل الأفكار النمطية؟ أفكر، أعتقد أن الناس يحبون أن يعمموا بشكل عام ولا يحبون أن يدخلوا في التفاصيل. إذا قلت من أوروبا، هذا يعني أنكم كلكم من أوروبا، ولكن قد يكون لديكم أفكار مختلفة جدا عن أوروبا، وقد يعتبر البعض أن أوروبا الشرقية مختلفة جدا عن أوروبا الغربية. مثلا حتى الدول الاسكندنافية فيما بينها قد تتماثل في الكثير من الأمور وتختلف في الكثير من الأمور. إذا كيف تعمل هذه الأفكار النمطية بالنسبة للسياسيين؟ كيف تدخل العلوم الاجتماع والعلم النفس وغيرها من العلوم؟ إذا ما كنتم تحضرون محاضرة وكانت المحاضرة وهي أنثى تلبس تنورة مثلا، وعندما تكرر ذلك الأمر مع أكثر من 10 محاضرات تبدأ الأفكار بالتكون لديكم بأن المحاضرة يجب أن تلبس تنورة وليس شيئا آخر. وهكذا نبدأ بالتعميم. في كل مرة نرى أن الإعلام يقدم شخصا معينا بطريقة معينة،
يبدأ ذلك بتكوين الأفكار النمطية لأن هناك تمثيل معين لهؤلاء الأشخاص. مثلا الأمر ينطبق على كل شيء، مثلا العرب وكيف يمثلون في الإعلام الغربي دائما يمثلون بطريقة واضحة، وحتى الأجانب وحتى النساء وحتى مثليي الجنس، كل هؤلاء الأشخاص لديهم تمثيلات مختلفة في الإعلام، ولكن كل هذه التمثيلات تعطينا أفكار مختلفة نمطية عن الآخرين. ماذا عن التوصيفات؟ هذين التوصيفين أو هذين الخبرين مماثلان، ولكن في واحدة من الأخبار واحدة نقول شابان عربيان قد أمسك وبيدهما سلاح، وفي الثانية شابان أمسك وبيدهما سلاح. زيادة كلمة العربي، هذه الكلمة الوحيدة الزايدة، هل تعطيك زيادة معلومات؟ نعم، هو يركز على كلمة عربي لكي يظهر إثنيتهما. لنقل أننا قد قمنا بنزع كلمة عربي، لنقل أنك تسير في مدينة نيويورك وأنت عربي ولكنك ولدت في نيويورك ولدت وعشت فيها طوال حياتك ولا تعرف أي كلمة باللغة العربية، ولنقل أنك تلبس شيئا عربيا أو أنك قد سرقت شيئا، يمكن أن يقال أمريكي سرق هذا أو عربي سرق هذا. فإذا قلت مثلا عربي سرق كذا، سوف يقال أن العرب كلهم أشرار أو سيئون، وهذا هو من المشاكل الأساسية التي نعانيها بالنسبة لتمثيل النساء وحتى السود من الأفارقة الأمريكيون من أصل أفريقي، دائما ما يمثلون بهذه الطريقة. إذن كلمة واحدة تغير كل شيء، لا يزال الواقع واقعا، ولكن زيادة كلمة واحدة قد تغير كل شيء. هذا أيضا يساهم في مسألة التفسير، فأنت تزيد من المعلومات وتقول تحمل شخص المسؤولية. أما المفاهيم، نحن هنا لا نتحدث عن كلمات، ولكننا نتحدث عن أمور لا يمكن أن نلمسها. مثلا عندما نقول إن الاحتباس الحراري يؤثر على البيئة أو التغير المناخي يؤثر على البيئة، نعم التغير المناخي والاحتباس الحراري، وما هو الفرق؟ الاحتباس الحراري هو سبب التغير المناخي، الاحتباس الحراري يسبب التغير المناخي. هناك بعض التفصيلات أو المداخلات السياسية والفكرية المتعلقة بهذا الموضوع، فبعض الأشخاص ينكرون نكرانا تاما الاحتباس الحراري، لذلك يستخدمون كلمة التغير المناخي لكي يعبروا عما حدث، لأن كلمة التغير المناخي هي كلمة أقل قوة من الاحتباس الحراري، ولذلك يستخدمون التغير المناخي. نعم صحيح، ولكن الفكرة الأخيرة لم تكن دقيقة. فالاحتباس الحراري هما والتغير المناخي هما كلمتان سياسيتان، وإذا ما أردنا أن نحصل من الذي يستخدم التغير المناخي ومن يستخدم الاحتباس الحراري، الديمقراطيون أو الجمهوريون، التغير المناخي يستخدمه الديمقراطيون والاحتباس الحراري يستخدمه الجمهوريون، لأن التغير المناخي أكبر بكثير من الاحتباس الحراري. يمكنكم أن تلاحظوا ذلك في وكالات الأنباء التي توالي الديمقراطيين أو الجمهوريين، والأمر سيئان بالنسبة لجملة
أجهضت الجنين وأجهضت الطفل. إذا كنت لا تأبه أبدا ولا يهمك إن كانت المرأة تجهض أم لا، فعلى من تشفق عندما نقول الطفل أجهضت الطفل؟ فالطفل هو كائن بشري صغير وجميل الشكل، أما الجنين فهو حالة بيولوجية داخل الجسم. لا تدخلوا الدين في ذلك، هذا أمر مختلف، ولكن إذا أردتم أن تحذروا من الذي يستخدم كلمة الطفل ومن يستخدم كلمة الجنين، الجمهوريون يحبون الأطفال، أمل أن يحب الجميع الأطفال طبعا، الجمهوريون يعارضون الإجهاض، ولذلك عندما يتحدث الإعلام الجمهوري أو الإعلام المحافظ عن الإجهاض فأنهم يستعملون كلمة بيبي أو طفل لأنهم يريدون أن يزيدوا على ذلك فكرة أنها حياة بشرية ولو كانت لم تخرج بعد ولم ترى النور. أما من يوافق على الإجهاض وخصوصا الليبراليون فهم يركزون على كلمة الجنين وليس على كلمة الطفل، لأنهم يعتبرون أن من حق المرأة أن تجهض الجنين. سوف أستعرض هذه الأمور، هذه الكلمات بسرعة، وسوف أرسل لكم العرض بعد ذلك. الجملة المستخدمة في التقرير، الجملة الأولية، هي أيضا تحدد التأطير الذي تستخدمونه، الصور، التصميم، الخبر المتعلق بالتحقيق، المصادر، وهي أمر مهم جدا، طريقة اختتام المعلومات، إذا مثلا اختتم المراسل المعلومات بطريقة معينة أم لا، خبرة المصدر، هل المصدر خبير فيما يقوله أم لا، طريقة تراتبية الأحداث، ما الذي حدث أولا، فهذا الأمر يحدد التأطير الذي تحاول وسائل الإعلام دفعه. وإذا عدنا إلى النموذج الذي تحدثنا عنه مسبقا وركزنا على هذه المراحل الثلاثة، أو هذه الصور الثلاثة، نعرف أن الصورة الأولى هي لبوتين فهو معروف، ماذا عن الصورة الثانية أو الثالثة؟ كلا لا نعرف، ولكن يبدو أنه ماذا؟ إنها امرأة، ماذا تفعل؟ إنها تنظف شيئا ما، أليس كذلك؟ أما الصورة الثانية فهي تظاهرة. أردت أن أعرض عليكم كل هذه الصور لأريكم أن المصدر الذي تستقيه وسائل الإعلام ما هو، أي نوع من هذه الصور الثلاثة، أي آراء نسمعها في وسائل الإعلام أكثر من غيرها، آراء أصحاب السلطة، حسناً، أصحاب السلطة هم الذين يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم، أما الذين لا يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم فهم الأشخاص غير المهمين. الصورتين الأخيرتين لديهما كثير من النقاط المشتركة، لا نعرف الأشخاص الموجودين فيها، إنها امرأة وهؤلاء هم فتيان، ما الفرق بين الصورتين؟ هل نسمع صوت هذه المرأة على الإطلاق؟ لا أريد أن أستخدم كلمة على الإطلاق، ولكن بالأحرى بالحالات النادرة، إذا طبعا نحن لا نسمع صوت هذه المرأة، ماذا عن هؤلاء الفتيان؟ في بعض الأحيان متى نسمع أصوات أشخاص يكادوا يكونون مهمشين تماما؟ متى؟ عند محاولة إحداث تغيير، عندما يتجمعون. شكرا لك على هذه الإجابة. عند وجود تظاهرة ففي تلك الآونة نسمع أصواتهم، هذا أمر سيء أم جيد؟ سيء جدا. لماذا؟ فلأن جميع الدراسات تقول أن وسائل الإعلام دائما ما
تظهر هؤلاء الأشخاص كعصابة أو كأشخاص غاضبين. نادرا ما نرى صورة لتظاهرة لا تحمل أشخاصا يصرخون أو غاضبون. يبدو لي أن شخصا ما ينام. فإذا ما تحدث شخص فدائما ما نرى الأشخاص في هذه الصور غاضبين، حتى وإن كنت تؤيد قضيتهم فدائما ما تراهم في وضع غاضب. لا نسمع السؤال. أعلى من مصدر صاحب السلطة. شو يعني؟ دائما وابدا احنا بنقول بانه الامه مصدر السلطات او الشعب مصدر السلطات، فبالتالي التاثير من التظاهرات او يعني مصدر الصوت بيكون اعلى من مصدر السلطه اللي هو بوتين. تاثير على مين؟ بشكل عام. على مين؟ على المجتمع بشكل عام. يعني مثلا الراي العام بالعاده هو الذي يغير السلطات. يعني مثلا نعطيك مثال في الوطن العربي، التظاهرات اللي صارت هي غيرت سلطات أصحاب السلطة نفسهم نتيجة الثورات اللي حصلت، فبالتالي السلطة لدى الشعب أعلى منها السلطة لدى صاحب السلطة اللي هو يعني اللي بيمثلها. هذا ليس بواقع، قد يكون حقيقة بالنسبة إليك ولكنه ليس بواقع، فقد أظهرت الدراسات غير ذلك أو أظهرت أن الأمر يختلف بحسب السياق. أوافقك الرأي على أن الأشخاص إذا ما اجتمعوا معا بإمكانهم أن يحدثوا انقلابا، لكن هذا يحدث فقط في بعض الأحيان وفي العالم العربي مؤخرا. وقد يحملك على التفكير أن هذا الأمر نجح ولكنه فشل على مدى قرون طويلة. أنا أقول أن طريقة عرض هذه التظاهرات في وسائل الإعلام دائما ما تكون معادية للأشخاص، تظهر الأشخاص في زاوية سلبية. رجاء استخدام الميكروفون. استطاع الرأي العام قلب النظام السياسي. أوكي. كاملا. أوكي. أنت عم تحكي على التأثير، عم تحكي على شيء سوسيولوجي، علم اجتماع بحث، يعني بحث بس علم اجتماع. أنا عم بحكيك على كيف الأعلام بيفرجي هيدا السورسز العالم العادية. أنا ما عم بحكي عن مين بيأثروا. Can someone, I'm not sure I understand or I'm not sure, يمكن مش عم تفهم علي. بعتقد عم تقول انه هي عم تفرجي كيف الاعلام عم بفرجي كيف الامور عم بتكون. مش ايه انا مش عم بحكي على التأثير لان هيداك شيء وضع غير. انا عم بحكي على وقت الاعلام يفرجوا انسان عادي منه مهم، بيفرجوا عادة بيفرجوا مع جروب كبير، مع مجموعة صاخبة صوتها عالي، اوكي، وبطريقة سلبية. أنا ما عم بحكي على التأثير على السياسي ولا على تأثير المجتمعات ولا على تأثير إنه أكيد إذا الـ يعني إذا الدولة ما رح تعمل انقلاب على حالها، حدا تاني بده يطلع ضدها تتروح. Please use the mic. أحترم رأيك ولكن ما أقوله هو أنني لا أتحدث عن هذا الموضوع، أنا أتحدث عن موضوع آخر. وفيما يتعلق بالقوى والسلطة والآثار، المعلومات المتوافرة مختلفة تماما. أنا أحترم رأيك إذا كنت هذا ما تعتقده، ولكنني سوف أتابع حديثي الآن. قدام الاسي قتلنا، مو قادرين نقعد قدام. سوري.
اللي بدي احكيه هلا اللي بيشتغلوا بالاعلام بيعرفوا انه نحن لما بنصور احتجاجات او اعتصامات دائما بيقولوا لنا خذوا الصوره اللي فياتها اكشن فياتها غضب، لانه في بعض المدارس الاعلاميه ما بتعتبر الخبر الا الإشي السيء او الإشي المزعج هو خبر. يعني لو كانوا في ناس واقفين بسعاده مثلا لحظات صمت والامور تمام ما بتتصور وما بتتغطى مثل ما بيتغطى هالنوع من الاخبار، وهذا الشيء ستيريوتايبنج لانك عم تفرض انه الاحتجاجات ما بتنسمع الا اذا كانوا الناس غضبانين او زعلانين او وات ايفر. مثلا احتجاجات الرابع عندنا بالاردن اكيد كلكم تعرفوا فيها، ما تصوروا المحتجين بهذا الشكل، تصوروا بشكل لطيف وانه نحن والامن امورنا تمام، لانه في مسج بدها توصلها الدوله للعالم الخارجي. اوكي ميرسي 100%، لان انا هيدا اللي عم بقوله. اوكي وات ام سينج از اند وات شي بوت فيري ويل از ذات هو ما أحسنت زميلتكم قوله هو أن الإعلام يتغذى على الأخبار السيئة. لما؟ الأسباب كثيرة، أهمها إثارة، خلق إثارة. هناك من يقول عندما يكون هناك مزيد من الأموال، عفوا من الدماء، فهذا ما ستغطيه وسائل الإعلام. كلما كثرت الدماء كلما كبرت التغطية، وبالتالي يمكنكم أن تحدثوا تغييرا إذا كانت لديكم منظمة خاصة بكم وأردتم أن تظهروا الناحية الأخرى من التظاهرات. لهذا نحن ننتقد طريقة تعامل الإعلام مع هذه التظاهرات، فهذه ليست بالطريقة الحسنة. إنتاج الأخبار هو أن تعرف أيضا أن الأطر التي تعتمدها لها دلالات كثيرة. الشرائح التي لدي كثيرة جدا ولكن الوقت ضيق، سوف أمر عليها بسرعة. إنها دراسات أجريتها، فأنا أجري دراسات عن التأطير وكذلك عن النزاعات، عن النزاع السوري في الأخبار في الولايات المتحدة وكذلك في لبنان. لديكم الشرائح ويمكنكم أن تطلعوا على الأرقام لاحقا. سؤالي الآن، كيف تصفون الحرب في وسائل الإعلام؟ إذا كنا نتحدث عن الحرب في الإعلام، ما هي أول كلمة أو كلمتين ترد في خاطركم؟ أعطوني كلمات بسرعة، لا داعي للميكروفون، سوف أترجم بنفسي. منحاز، نعم، ماذا تعني بهذه الكلمة؟ أنت تعني بناءة. تعنين أنها مختلقة مركبة. نعم، كأنها مسرح ومعدة مختلقة. إزالة، قضاء على. أكاذيب وسخة، يا لهذا الوصف. شو ديسنسيتايز؟ إزالة الأحاسيس. كل هذه الأوصاف صحيحة. الحروب في الإعلام هي عبارة عن معلومات زائد ترفيه، infotainment، وهو مصطلح ابتكره أحد الباحثين في كتاب The Image أو الصورة. يحكي عن طريقة عرض الإعلام للمعلومات. إذن المعلومات الترفيهية، المعلومات التي تعرض على المستمع كترفيه، وتصبح المعلومات تافهة في نهاية الأمر. هذه الصورة تاريخها قصتها طويلة، لن أعرضها عليكم الآن. إنها من محطة تلفزيونية كانت تنتظر إنزال القوات الأمريكية في الصومال. هذه صور عن الإصابة أو أرقام عن الإصابات والوفيات في التي ظهرت في وسائل الإعلام في العراق.
اللون الأزرق يرمز إلى القوات الأمريكية وحلفائها، البنفسجي للقوات الأمريكية والمدنيين المدنيين العراقيين في اللون باللون الأحمر. انظروا إلى النسب المختلفة، من هو أكثر المتضررين بالحروب؟ المدنيين. هل تريدون أن تحذروا نسبة المدنيين الذين يتم التحدث عنهم في التحقيقات؟ محدودة جدا جدا جدا. هذه الأبحاث التي أجريتها أنا وغيري من الباحثين عن الحرب العراقية، هذه دراستي عن مجلة نيويورك تايمز، وهذه أرقام مختلفة وعديدة عن نوع المصادر التي يستخدمها الإعلام، المسؤولون الأمريكيون، خبراء أمريكيون ودوليون. أما المدنيون، انظروا أي مرتبة يحتلون. المواطنون السوريون بالكاد يتحدث عنهم أي وسيلة إعلامية. هذه الدراسة غطت الهجمات الكيميائية على دمشق عام 2013، هل تذكرون؟ المسألة بجوهرها كانت عن وفاة الأشخاص، ومع ذلك بالكاد تحدث أي صحفي مع مواطن، كلهم تحدثوا مع المسؤولين. دراسة أخرى، التحقيقات اللبنانية، الأطر المعروضة، ما هي أنواع الأطر المعروضة؟ النزاع والمسؤولية، ماذا أعني بمسؤولية؟ من نلوم على الحرب؟ كل التحقيقات التي تناولت الهجمات الكيميائية وضعت أو سألت من نلوم، ولم يتحدث أحد عن المصلحة الإنسانية أو أخلاقية ما أصاب المواطنين. هذه الدراسة نفسها لكن مع أرقام مختلفة، دراسة أخرى من نيويورك تايمز لنيويورك تايمز والنهار، تأملوا الأرقام. المواطنون السوريون 9 في نيويورك تايمز و0 تقريبا في النهار. في بلد قريب جغرافيا من سوريا حري به أن يكون هناك أن يضم بيانات أكثر. هذه الشريحة عما إذا كان المراسل قد أعد التحقيق بنفسه أم أنه نقل الخبر من شخص آخر. عادة التحقيقات التي نعدها عن الطابع ذات الطابع الإنساني كانت قليلة. النهار كانت تنقل الأخبار ولا تعدها بنفسها. هذه الشريحة عن الثورات في مصر، كما ترون أطر النزاعات احتل مرتبة عالية في الصحف، في حين أن الاهتمام الإنساني كان عاليا في وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا يعني هذا الأمر؟ سوف ترون أن الصحف ووسائل الإعلام التقليدية كانت تركز على المشاكل وعلى النزاعات التي وقعت، في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي التي يحتلها أشخاص مثلي ومثلكم ركزت على أشخاص موضع النزاع. الصحف الحكومية قالت إنها مؤامرة على الدولة المصرية، أما وسائل التواصل الاجتماعي فقالت إنها ثورة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. هذا ما كنت تقوله، أن الأشخاص أو العالم لديهم تأثير أكبر. وهو ليس هناك، أو بالأحرى عندما يتحدث الأشخاص فيما بينهم فإنهم يؤطرون الأخبار بأطر مختلفة عن طريقة تأطير وسائل الإعلام التقليدية. هذه إحدى شرائحي المفضلة، هل تذكرون فضيحة أبو غريب؟ هذه الفضيحة هزت العالم في وقتها. هذه دراسة أعدها جونز وشيتس، وهي دراسة بسيطة ومذهلة عن مدى استخدام كلمة تعذيب. عدوا كم مرة استخدمت هذه الكلمة في الصحف في الولايات المتحدة وعبر العالم خلال سنة واحدة بين 2004 و2005،
درسوا مدى بروز هذه الكلمة ومدى أهميتها في المقالة، أو إذا كانت استخدمت مرة واحدة أو إذا استخدمت أي مرة على الإطلاق. الأزرق هي للصحف الأمريكية، والأزرق الغامق لغيرها من الصحف أو وسائل الإعلام. هل ترون الفرق؟ الفرق شاسع. ماذا يعني هذا؟ أن وسائل الإعلام الأمريكية وفي الدول التي تدعم السياسة الأمريكية والأجندة الأمريكية، كل هؤلاء الصحفيين لم يستخدموا كلمة تعذيب للتحدث عن أبو غريب. لماذا؟ بسبب نظرية الهوية الاجتماعية. إذا كنت كصحفي قد استخدمت كلمة التعذيب وكنت تنتمي إلى هذه الدولة، فهذا يعني أنك بطريقة أو بأخرى تشارك في هذا الأمر، في التعذيب وتسمح بحدوثه. This is so many different countries that just by you being a human being, that little circle, the first one in the hierarchy of influences, you being a human being, you refuse without even knowing to talk about Abu Ghraib, saying that it was torture, because this means that your country or the country that you belong to supports this, so you don't do it. So these things are not done because you like them or not. These things are done subconsciously. One word only, and look at the differences, how we can count and see the difference between the different types of media and what they believe or don't believe. Okay? Finally, this is a study that looks at this. Is getting frames are getting stronger in the age of digital media, because now media can actually tailor their persuasion. They can fix them in a way to target a certain audience. How is this done? This is done by something called echo chamber and filter bubble. If you don't know what that means, think of your Facebook friends. Think of the bubble, this area that you live in. You might think that you have friends from this world and that world and from Mars and I don't know from where, from العالم من القمر من المريخ، ولكن الواقع أن معظم أصدقائكم هم في الحلقة القريبة منكم الذين ترونهم كل يوم. وهذا ما يسمى بالفقاعة المصفات. فأشخاص من بلدان أخرى، مثلا الليبراليون الذين رفضوا ترامب، كانوا قد أصيبوا بصدمة حقيقية، وصديقتي هي واحدة من هؤلاء الأشخاص. صدموا صدمة حقيقية عندما فاز ترامب بالانتخابات. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون في فقاعة مصفات، مثلا هم أكاديميون ويتحدثون مع أكاديميين غيرهم فقط، ويتحدثون مع أشخاص يشاطرونهم الرأي، وكلهم كانوا يعتقدون أن ترامب لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة على. But then the truth is that American public voted for Trump. So people were thinking, how did we miss this? What happened? It's because of this filter bubble. And the idea of an echo chamber comes from this idea that we all live in a chamber, that in some type of a bubble, that whatever we say, it echoes. Which means we don't really mix a lot. We think we might mix, but we don't mix a lot. Media wars, sorry, conflict is mediatized. Wars are mediatized and weaponized. The way the media present wars and conflict show them as something that is kind of a weapon. Okay, what to take from all this? What we learned today? News is socially constructed. Facts are not. They are shown in a way that push certain frames. And that means there are so many things that are in there. And sources influence frames. أن المصادر تؤثر على الأطر، وأعني بذلك أن المصادر التي تقابلونها لإجراء هذه التحقيقات تؤثر على الأطر التي تعتمدونها. هذا كل شيء. هذا عنواني إذا كنتم تريدون ترسلوا إلي أي سؤال، أرجوكم ألا ترسلوا إلي أي سؤال عبر فيسبوك أو إنستغرام، فقط عبر هذه العناوين التي هي أمامكم على الشاشة. شكرا جزيلا.